حساب قلم ورقة. ارفع ها ها ايدك كده 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 شنو ايدك ارفع سيف. الشباب الشباب اللي معنا الورا الورا يا شباب الورا ايدك ها 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 ويا ويلي الرومان يحرك نصيرة ارفع. يا باي يا باي يا باي يا محلاص يعني حسابي كله ولا اشي بقلبه بتطور يا رب. يلا يا رب يا رب روح نعمل هيك هيك. بسم الله الرحمن الرحيم يسعد دينك. ايوة يا زلم هيك الحظ. ايوة هلا شباب كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم اليوم فيديو جديد اسطوري مسنطر عن لعبة ببجي موبايل. قبل ما ابلش هذا الفيديو شايف اخطر انزل حطوا لنا لايك اشترك بالقناة اكتب لنا تعليق حلو. هلا تحت اكتب تعليق حلو عشان راح اعمل فيديو اليوم اسطوري راح نفتح فيه باكجات على الاسلحة اللي بتتطور ولا بقلب حسابي ولا سكن بتطور. اي سلاح بيطلع لي بتطور انا راض تمام. خير يطلع لي الاي كي ام راح نضرب لان نملي الخط هذا اللي تحت 100% وراح نطول السلاح مضمون وان شاء الله يطلع لي اسلحة تانية غير المضمون يعني يا رب ان شاء الله. ادعوا لي يا شباب ادعوا لي بالكومنتات فحطوا لايك اشتركوا بالقناة وصلوا لي هذا الفيديو 1000 لايك عشان اي باكج ينزل جديد ان شاء الله نصير نفتح عليه. بس بدي همتكم بالدعم وبالشيرات وبالحركات. صلوا على النبي قبل ما بلش هذا المقطع ما بدي اطول عليكم اكثر من المقدمة. طبعا انا حاولت معلم اضاءة هون اضاءة هون فاضاءتين مشغل عشان هيك انور بزيادة. فبس ما اطول عليكم اكثر من هيك انا بحب احكي لكم مشاهدة ممتعة. طبعا يا شباب خلينا نحول لكم الشاشة حاليا مثل ما شايفين معلم هذا الانتقال الاسطوري تمام. شغل حركات وانتقاله للبثوث وهي الاشياء. ارسلني اليكم حمزه. عندنا حاليا لعبه ببجي. اول شيء راح نيجي نعمله تيجي على البريد. عندنا يا شباب اول شيء شدات اللي راح اجمعهم. برنامج المواهب العربيه 5000 شده. اويلي قلبي اويلي جميع. لا يا ربي مستطيل. شباب طبعا هدول 5000 شده وصلوا لي انا حاليا. فالحساب نور ب 5000 شده. دخيل ولا ارخيل انا اقول ليه. نيجي على الباكجات يا معلم. اسمع اشي واحد بتطور انا راضي. وين هو الصندوق؟ طبعا في رأي يا شباب راح ينزل باكج للاوم اوم بتطور. طبعا انا راح اخلي شدات للاوم برضو راح افتح هذا الباكج راح اخلي شدات للاوم عشان انزل لكم فيديو اول ما ينزل الباكج بس احتمال ما يكون فيس كام تمام. وطبعا فيديو 80000 اذا بدكم اياه اكتبوا لي تحت في الكومنتات راح نعمل فيديو اسطوري. عشان ما نطول اكتر معلم بدنا نبلش نفتح باكجاتنا نبلش نجلد. يطلع لي الاي كي ام هذا تخيل يطلع لي انا راضي. والله بحاول اطوره كل مسج اصلا هذا الاي كي ام بيطلع لي اسطوري معلم. يعني عندك كار ميني اي كي ام لبس لي اياها هاي معلم. ليه في الشواعي لها لبس استري نفسك. طب هيها خلاص لبست الميني تمام. نعمله هيك نشوف نجرب الكار الاي كي الاس كي اس الدي بي كيو بي زد. لا كله يطلع لي الا الكيو بي زد. بيسون يعني نص نص والفي اس اس نص نص. يعني هدول الارب الخمس اسلحه يطلعوا لي عادي اللي باشر لكم عليهم بالماوس. هدول الثلاث اسلحه يا رب يطلعوا لي. بخاخات بديش يعني انا هذا الباكج هون راح املي له 100% فان شاء الله يطلع لي الاي كي ام يا رب. شفت ناس كثير بيفتحوا حظهم حلو. راح نضرب طبعا ب 2700 شده هيك اشي. يعني راح نضرب لنا مثلا 50 فتحة فراح نضرب اول اشي عشرات على الماشي. اول 10 راح نضربهم عشرات بعدين او لا هات من هلا نضرب لنا 10 تكتكة هيك بس ننقيم السكيب. ما في سكيب تمام. قصائم كلاسيك هذا بصندوق جندي هيك. والله طلع لي ثلاث قصائم. يلا يا رب اول 10 نحكي بسم الله الرحمن الرحيم بحظ كل واحد. هلا حطيت لايك واشتركت. هذا بحظك معلم. يلا يا رب يا رب سلاح واحد بتطور يا رب. اخ ايدي قلبي وليه سلاح واحد بس بتطور يا رب. لا يا الله بخاخ بخاخات سلاح واحد شباب. لا يا الله ليه بخاخات ولك سلاح واحد بس. يعني اول 10 هيك هيك الحكي هيك اول 10 معلم.
ما شاء الله بخاخات وهذا. طب هو بيطلع اشياء تانية؟ ثواني يعني اول 10 الحظ فيهم كله بلوف الحمد لله، يعني ما طلع لي اشياء من اللي تحت من اللي هون. بس يعني لازم تزبطوا الوضع برضو، انتوا لازم تزبطوا الحبشكلات يا معلم. قوزقتونا. يلا يا رب تاني 10، يا رب الحظ يكون اسطوري يا شباب. الكل هلا ينزل يدعي لي بالكومنتات، بتبط عليك حلو شايفك. يلا يا رب يا رب يا رب. لا لا يا زلمة، هاي معلم المشكلة اللي بتصير انه هاي مش حرية، هاي مضرطة. يعني صندوق 20 فتحة ولا يطلع لي ولا ايش لحديت هلا. يعني هاي معلم مش حرية، هاي مضرطة. نجرب كمان 10، نحكي بسم الله الرحمن الرحيم. هذا العيون تبع معي، كل واحد اشترك هلا، وكل واحد حط لايك للفيديو، وكل واحد سلخنا سبسكرايب. هذا لعيونك، ترى انا اشترك وسبسكرايب حكيتهم مرتين بنفس اللغة بلغات مختلفة، والله اني لاسف. فالكل واحد هلا يعني حط لايك واشترك بالقناة، هذا لعيونك تمام. والمشتركين القديمين برضو، نحكي بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب بضل غير هذا 20 فتحة تمام. يلا يا رب، اشي واحد بتطور والله انا راضي. بحلق بالشاشة والله، الحظ زبالة يا شباب. لا يا زلمة لا يا زلمة لا يا زلمة لا لا وع 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 وعنا نغلط نفتح. كنا شباب ضايلنا مرتين نفتح يعني، بس لحديت الاقي الحظ للأسف، الحظ زبالة. راح نضرب عشرات هيك سكبات او اشي نعملنا شغلة. يا رب روح سكبات يا شباب. يلا بخاخ منور انت والبخاخ طلعي يا رب. منور اضرب سكبات اشوف. روح طالع طالع يا معلم. سلاح واحد بتطور ولك سلاح واحد يا عمي، سلاح واحد بس، سلاح واحد بتطور. طب سلاح واحد بليز. حظ معلم ناشف يعني، لحديت هلا صورة ضارب 40 صندوق وما طلع ليش اشي. يعني 40 صندوق ما يطلع ليش اشي، زربع هيك شركة. راح نضرب حاليا اخر 10، يا رب اشي واحد بتطور بعدين بركي طلع لنا اشي من هون. يا رب يا رب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بدي اقوم ارقص اذا بطلع لي اشي بتطور. يلا عيش، بدي اقوم ارقص هون. شو هذا؟ ارتفع تصنيف الشارع. وقتك انت هلا. يا رب يا رب يا رب. زرب على هيك شركة يعني صندوق، يعني 5 ضربات من 10، يعني 50 ضربة فتحت ما طلع ليش ولو اشي واحد بتطور. يا زلمة يا زلمة اشي واحد، تعرفش عن اشي؟ بس بدي اشي واحد يتطور ما طلع ليش. طب ضربتنا هون معلم، اسمع، لا بحب ازود كلام ولا بحب اقلل كلام. ضربتنا هون يطلع لي الاي كي ام مسامحهم كل الاسلحة، بس ما يطلع ليش لا بخاخات، بخاخات وماتيريال بديش. طبعا شباب انا ولا سلاح عندي بتطور باللعبة، فرسميا انا محتاج لسلاح واحد اقل ما فيها، يعني حسابي كله ولا اشي بقلبه بتطور. يا رب يلا يا رب يا رب. روح نعمل هيك هيك، بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد دينك. ايوه يا زلم هيك الحظ. ايوه اخ ارتحت ارتحت، اقسم بايات الله ارتحت يا شباب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بدي اقوم ارقص اذا بطلع لي اشي بتطور. يلا عيش، حساب قلم ورقة. ارفع ها ها ايدك كده 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 شلال ايدك ارفع. حسين الشباب الشباب اللي من ورا من ورا يا شباب من ورا. ويا ويلي الرومان يحرك اكسيرا ارفع. يا محلاص شباب طلع اللي بدي اياه، ولكم طلع الاي كي ام.
ضغطي، ارتفع ضغطي. اوف ليك امتلع. ايوه يا زلمه، ايوه اعطيني من الزاكي، اعطيني يا زلمه من الزاكي. انا موافق، انا موافق. اشي واحد، هي اول سلاح عندي باللعبه بتطور يا شباب. اوه هي اكملت انجاز الرسام، طلع انا اول مره اطلع لشي بتطور. بس عدينا قاعده هلا بزبط نطور ولا كيف؟ ايوه يا زلمه، يا زلمه انا بدي اروح انتحر يا زلمه. انا على الاي كي ام طلع لي هاد، بدي اروح انتحر. وحده ماتيريال. هلا بدنا كم لكل مسج؟ بدنا هون اربعه بخاخات، انسوكم منهم معاي. اربعه وثلاثه سبعه واثنين تسعه، معاي وحده بضل بدي ثمانيه. ان شاء الله شباب هذا راح يصير اطوره انا طبعا اشي اشي، بعدين اخر شيء بركي وصلنا هون. هذه الاي كي ام معلم، انا بدي اعتزل اللعبه على الاي كي ام اللي طلع لي هذا. يسعد دينك على هيك اي كي ام. ايوه يا زلمه روح، بدي ايمو عشان اصحابي ما يشوفوهش بالملف الشخصي عندي. هيك يا معلم بشوفوش الملف الشخصي عندي، بستنوا الفيديو لا ينزل تمام. طب اسمع هلا انا عايز اقول لنا 1080 و1080 حبيبي والله. بدنا نضرب مثلا، نضرب اخر 500 ونحكي بسم الله الرحمن الرحيم. نضرب كمان 500 شباب، ترى الفور بلعب بعبي انا. لو في صندوق الام 20 كنت ضربت عليه بس مش متوفر للاسف. طب روح اضرب اخر 500 بسم الله الرحمن الرحيم. هات نعمل جليتش، ثواني في جليتش، ضلك تكبس. بدي الكار انا ولا بلزمش شي كمان بالطوار. لا اذا وجد يا مراد. يلا روح مد. واحد اثنين ثلاثة، اقول لك هات نضرب ستينات. روح يا معلم مد، نضرب هاي الفتحة كمان ضربة، كمان ضربة. راح اضرب هاي وكمان ضربة يعني منور. هاي اخر وحدة سكيب بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا كفو كفو، صرفنا 3000 شدة بهذا الفيديو. بس طلع لي الاي كي ام الثلجي، انا طالما طلع لي الاي كي ام الثلجي انا انسان راضي عن اللي شفته، والله انه راضي. ال 2000 شدة يا شباب راح اخليهم لباكج الاوم اللي راح ينزل لي بكره على الاغلب راح ينزل باكج اوم راح نفتح عليه. فوصلوا لنا هذا الفيديو اكبر عدد لايكات، انحولت من اضاءه يمين شمال. همتكم يا شباب باللايكات، شيرات، اشتركوا بالقناة عشان نوصل ل 90,000، يعني هدفنا ل 90,000 خلال شهر 3 نحاول نجيب 90,000. فبس بحبكم جميعا، بحب احكي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشاو.